السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يونت 4 ذا ريدنج تكست، طلاب الصف الثالث ثانوي. هنا النص ده أو الوحدة دي أشطار بتتكلم على ويمن ان هيستوري، يعني نساء أو سيدات في التاريخ. هنتكلم عن أول شخصية عندنا اللي هي لطفية النادي. In 1932 لطفية النادي was the first and only woman to join a new school for pilots at Almaza Airport. يعني لطفية النادي كانت أول سيدة وهي الوحيدة في وقتها اللي راحت إلى يعني تنضم إلى مدرسة الطيارين في ألمازا إيربورت، مطار ألمازا. Her parents didn't want her to be a pilot. والديها مش كانوا عايزينها تصبح طيارة. So النادي worked as a secretary at the airport to pay for her lessons. اشتغلت سكرتيرة بقى في المطار أو في المطار عشان تدفع ثمن دراستها. بقول لك هنا when she was only 26 النادي became the first woman in Egypt to have pilot's license. كانت أول سيدة مصرية تحصل على رخصة طيران في وهي عندها 26 سنة. In December 1933 she became famous when she flew solo in an international race. أصبحت مشهورة لما دخلت سباق فردي سولو في سباق دولي which went from Cairo to Alexandria. السباق ده كان من القاهرة لإسكندرية. She was only a second woman ever to fly like this. كانت ثاني سيدة في التاريخ كله إن هي تقود سولو، يعني منفردة مثل هذا. النادي who had to stop flying after an accident، اضطرت إن هي تتوقف عن الطيران بعد حادث. Died in 2002. ماتت سنة 2002. Aged 49، وعن عمر أو تناهز عمر 9 ل 94 عام. However, her achievements encouraged other women to have a career in flying. For example, in 1944, Linda Masoud became the first woman teacher at flying school, and Aziza Mahram later became a director there. يعني شجعت بقى النساء الأخريات إن هم يدخلوا مثل هذه المهنة. على سبيل المثال ليندا مسعود ليه أصبحت أول سيدة أو معلمة بقى في الطيران، وكمان واحدة اسمها عزيزة محرم اللي هي فيما بعد أصبحت مديرة هناك. دي كده أول شخصية شطار اللي هي كانت لطفية النادي، اللي هي كانت أول سيدة مصرية تدخل مدرسة الطيران في ألمازة، وكمان يعني تحصل على رخصة طيران، وكمان طارت السولو منفردة. الشخصية التانية عندنا اسمها فلورنس نايتنجيل. وفلورنس نايتنجيل دي شطار was born in 1820 into a wealthy family in Italy. اتولدت سنة 1820 لعائلة يعني ثرية في إيطاليا. But grew up and went to school in England. كبرت بقى وضحت المدرسة في إنجلترا. When she was 17, she decided that she wanted to be a nurse. عندها 17 سنة قررت تصبح نيرس ممرضة. Although her family didn't like that or think that, يعني إن it was a suitable job for her. يعني العيلة بتاعتها كانت شايفة إن وظيفة النيرس مش مناسبة لمستواها. هنا يعني بعد كده بيقول however Florence work in London hospital was so effective. كان شغلها في مستشفى لندن كان مؤثر جدا that the British government asked her to be in charge of nursing of wounded soldiers abroad. درجة ان الحكومة جعلتها هي المسؤولة عن nursing يعني علاج wounded soldiers الجنود الجرحى في الخارج. After working in Europe بعد العمل في أوروبا she returned to England and opened Nightingale's School of Nursing in London. رجعت بعد الحرب وفتحت مدرسة نايتنجيل للتمريض، ودي كانت طبعا the first school of this kind، كان أول مدرسة للتمريض في التاريخ. هنا شطار بيقول كمان نايتنجيل هنا was determined to be a nurse and finally her parents agreed. كانت صممت إن هي تصبح ممرضة وفي النهاية والديها وافقوا. She trained to be a nurse in Germany. دربت ان هي تصبح ممرضة في ألمانيا and then returned to England to be in charge of London Hospital. ورجعت أصبحت هي يعني المسؤولة عن التمريض في مستشفى لندن كله. There she trained other women to be nurses and introduced new ideas. دربت بقى البنات الأخريات وكمان قدمت أفكار جديدة into hospitals للمستشفيات. For example she made sure there was always hot water for doctors and nurses to use. من ضمن افكارها ان هي خلت دايما يكون في هوت وودر، مياه دافئه للاستعمال الطبي طبعا اللي بيحتاجها الدكاتره والممرضين. دول كده شطار الشخصيتين اللي عندنا في ذا تكست او ريدنج تكست.
عندنا كمان نص الاستماع بقى تيب سكريبت بيتكلم عن دكتور عيشة عبد الرحمن اللي هي كانت شهرتها بنت الشاطئ. دكتور عيشة عبد الرحمن دي is one of the famous people in Egypt and أو هنا in Egyptian and Arab culture، يعني كانت من النساء المشهورات في الأدب العربي والمصري. As well as writing books on society and culture, she also wrote poems for 50 years. كان غير المقالات كمان بقى والقصائد دي أو الكتب، كانت بتكتب قصائد لمدة 50 سنة هنا for نيوز بيبر الأهرام، لجريدة الأهرام المصرية. During her life she helped to improve women's position in Egyptian society. خلال حياتها كانت بتساعد على طبعا تأكيد أو دعم مكانة المرأة المصرية في المجتمع المصري. دكتور عائشة was born in 1913. Her father was an important man and Dr. Aisha used to go with him to meetings which she learned to read and write. كان دكتور عائشة دي باباها راجل مهم، كانت بتروح تحضر معاه بقى اجتماعات وهناك اتعلمت تقرأ وتكتب. At a time when many girls didn't go to school, Aisha's mother encouraged her daughter to get a good education and as a result as Aisha started school at age of 5. طبعا في الوقت اللي كان البنات مش بيذهبوا الى المدارس في زمانها، مامتها بقى شجعتها تروح المدرسه وتتعلم كويس جدا في سن الخامسه. دكتور ايشا was successful at school and went to Cairo University when she studied Arabic language and literature. درست اللغه العربيه والادب العربي. She awarded her degree in 1939. خدت الدرجه العلميه بتاعتها في 1939 and then joined the university staff as a research assistant. انضمت بقى للفريق الجامعي او الاستاف الجامعي كمعلم باحث او مساعد باحث. هنا بقول she was employed as a government inspector for the teaching of Arabic literature. بعد كده كمان اتعينت كمفتش حكومي على طبعا تدريس الادب العربي في الحكومه المصريه. Using the name بنت الشاطئ دكتور ايشا هنا wrote many books and articles in which she argued for more positive role for women in the modern world. كانت بتكتب تحت اسم مستعار اللي هو بنت الشاطئ، كان بقى في كتب كتير ومقالات كتير يعني هنا بتطالب بحق او المرأة والدور الإيجابي للمرأة في العالم الحديث. دكتور عيشة was respected teacher and taught at many universities across the Arab world with her husband professor أمين الخولي. دكتور عيشة spent holidays visiting European museums, universities and libraries. دكتور عيشة died in 1998 at the age of 85. Her work, which had taken up much of her personal life, is still appreciated today. يعني عملها اللي خد أو قضى معظم عمرها قضت معظم عمرها فيه ما زال مقدرا إلى اليوم. كده شطار، يعني نكون وصلنا إلى نهاية اليونت 4 اللي هو التيب سكريبت و ذا ريدنج تكست اللي احنا اتكلمنا فيه عن نطفية النادي، فلورانس نايتنجيل، وكمان دكتور عيشة عبد الرحمن. بالتوفيق ان شاء الله.